وزيرك وزارة الجديد كيدو لاستهواد الصومالية إنجنير دوران أحمد فارح يا حركة كجري قايب تترمينال كجرون كديوردها واسخليف في بلدين أو سأسري لورد سي مناسبة لوفرية قايب تنعسب وحكي قايب قلي مسؤولين تمامل كقبل كا كندق مدى بلدوين قايبها كلا دويني بالشدة أقاسمكو حقين كمدح تويدة قرانكا أقاسما هايدا دولست الرياد كي الصومالية وزير رؤية حلبانو قدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان يا كعس هذا وزارة الجديد كي دولست هودا الصومالية إن أيضا مسيرتو اسمها قايبتا أي فلسطين ديوردها أي قرون كديوردها واسخليف ما تو عرف لنا ما دام وزير دوران دولست هولا وبن ويلتون وإلى تاكرون كبر من هذا الكيس وين نجحر وين نجحر بدونا وحان ربا سيجار إن أنا نقوم هذا عليه هذا اسمها سيئة فليشنكا أو السببي إن دجنت الديارة بها سيئة فليشنكا قبل كهيران ما أحب قبل ذلك كذلك لح بلود ودا دكت نوع هاد ودا دي نواب البلطي لح بلود سيئة وشيقة على كل بيانو كعررنا سدح لدنبنا هرادة مدمنا وحان اسكت إلي إن أن كبك سوينه وأنا بيبحط بك عررين إلا هذا ما يلفي عنه نسوه قاعد نسوه كان نسوه دافري ما ينان عررين ودعمه ينان انت بدنك وعدني من الدولة الصومالية يعد كلا وهذا وحوين كجيزة ما يبجرين بدنا وزير ما انت وعب بدنا وكاقفر لناه إلا هيا كاسو وروريو الجنرال عبد المالك وأقاسمها كم بني قد سي قيبتا ترمي نالكا قرون كديرو ذا وقاس خليفة بلد بيني أي كور بحية مرحلة ذي كل دوناء ويكسو شقيان مشروعا وحانا قال شقي داد بدن أو قبل كهاد كسوغن هي داد بدن أو قبل كامغن هي صاحب بدن وحال كان أنا كسو كوبي كرين دمانتود لكن أنقار كحسي دونو مشروعا وحقوب الله وضي فكر أن إسلام الرنائي مدحويني هو رهير شبه لهم مدح محمد عبد الوارئ مدحويني هاد الكوح جوغ الدبقين ونالك بقبئي سيدو كل وقاس حسن ونالك بلابي الله ونحرسته وقاس يوسف ونالك دمئي قبرنر علي جاي تيلاه غير السيو آدى يونو قرب استاقي ماريها ماريها أحمد معلم سيدو كل عبد النور أقاسيما مدح تويدا إيو أقاسيما وزارة أمني قبو مشروع عن ومشروع هادين كم بنيجين أو مال قليه أو مال قشية. أقسم هايدا دولست الرئيس كا الصومالية أحمد معالي حسن أي كور بحي مهمة كرون كديور ذا واسخليف بلد بين أولي هاي ديار ذا كل قشية هو ذا الصومالية. إن مجال ذا بلد بين أو كرون كيدا لقد دقوا كرون عالمية لام لقد دقوا دمان أقبيا دي أبشن هو كشقة العيشة وحكر قاعدة إسا ديور ذا مرة هو ذا الصومالي ديور ذا هو ذا مرة إن نوكا أو أنك سمعنا قرامو أي أنت يهين دمام أقبيدي أي ديوردو وبعناين إن وحي ديوردو هو استعمالان وحل لو يخانو إن رد أولتريت أو أه ديوردو إن ودد أسما رئيسا هدي إلا دو كنت ماضو ميهل كرتامل أي كنت دكتو ونوكو بلد بحيو كتبنا إيسا بركين سيواتو وزيرك وزارة القديد كي دولست هودا الصوماليا إجنير دوران أحمد فارح ayaa sheegay in garoonkan uu muhiim u yahay wasaaradda wasaaradan ay ku dadaalayso sidii horumar loo gaarsiin lahaa bulshada iyo maamulka gobolka ay uun ka codsaday inay si wadajir ah u qayb qaataan dadaalada lagu horumarinayo garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee beledweyne marka hadii la yiraahdo waxaan marka la yiraahdo mahadcelinno dadka ka soo shaqeeyay hawshan ee ka ugu horeeyay kambaniga wada star waxaan rajaynaynaa in weygana mar dhow inuu la soo dhameeyo mahadcelinta waa dhameey waa fiican yahay laakiin in laamigiisa looga dhigo tower fiican oo maxaa la yiraahdaa taayirada taawarada caalamiga ah in loo sameeyo hadii la yiraahdo marka tartiib tartiib baan u soconaynaa insha Allah ta'ala laagiisa garoonkan caalamiga ah airport caalamiga weyn oo diyaaradaha sidoo ogaasimuhu u sheegayba ama kan xamar haduu buuxsamo uu bato ama dhibaato kale ay timaado meel ku soo leexan karaan inay noqoto annaga muhiim bay u tahay aday muhiim u tahay Cabdishakuur Ismaan Cali Rubaahinta qaranka Beledweyne.